السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الشيف عماد أبو صيام. اليوم إن شاء الله راح نعمل لكم طريقة عمل السينمون رول بالبيت، اللي هي اللفائف العجينة المحشية بالقرفة. طبعا السينمون رول يعني من معجنات الغربية الرائعة جدا اللي تتقدم في وجبات الإفطار الصباحي. طبعا قبل ما نتعلم طريقة عمل السينمون رول بمكونات جدا بسيطة، بطلب من الجميع عمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكوا كل فيديو جديد في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم رح نعمل لكم اللي هي لفائف القرفة اللي هي السينمون رول. في عنا هون كيلو طحين متعدد الاستعمالات 4 أكواب، وفي عنا 100 غرام سكر ما يقارب كاسة شاي صغيرة، وفي عنا 50 غرام زبدة أي ما يقارب 3 ملاعق من الزبدة، وفي عنا حليب بودرة تقريبا 20 غرام يعني 2 ملاعق حليب، وفي عنا هنا ملح 10 غرامات أي ملعقة طعام، في عنا محسن ملعقة 10 غرامات و50 غرام خميرة فورية. وإذا ما توفر عندنا المحسن طبعا في عنا 0.5 كيلو مية أي مقدار 2 كاسات، وفي عنا إذا ما توفرش المحسن عندنا بيضة، راح نضيف بيضة بدل مضافة المحسن، وفي عندنا زبدة بدرجة حرارة الغرفة 0.5 كيلو تقريبا، لأن العجين مع بعض بعد ما نعجنها راح تعطينا وزن 1.5 كيلو، لكل 1.5 كيلو عجين 0.5 كيلو زبدة راح يكون. الآن بنضيف جميع المكونات اللي هو الطحين والسكر 100 غرام ما يقارب كوب، بنضيفه على كيلو طحين، وبنضيف 50 غرام زبدة، وبنضيف الحليب البودرة 20 غرام يعني 2 ملاعق، وبنضيف الخميرة 3 ملاعق يعني 50 غرام خميرة فورية أو خميرة عادية، وبنضيف 10 غرامات ملح طعام يعني ما يقارب ملعقة، وبنضيف بيضة بدل ما نضيف المحسن. الآن بنعجن جميع المكونات مع بعض بالعجانة الكهربائية أو بالعجة، أو بنعجنهم على الإيد حسب المتوفر عندنا في البيت، وبنضيف المية للعجينة بالتدريج. نستمر بإضافة المية تدريجيا حتى نحصل على عجينة ناعمة الملمس ومطاطية وتكون سهلة التشكل بالإيد. حكينا للكيلو طحين 0.5 كيلو مي أي مقدار 2 كوب من المي. الآن نلاحظ أنه العجينة بلشت تتشكل، نستمر بعجنها حتى نحصل على الملمس الناعم جدا، بحيث أنه إحنا يعني نلاحظ نعومة العجينة. الآن أصبحت العجينة جاهزة ناعمة جدا ومطاطية. الآن راح نرفعها من العجانة، والآن بعد ما كورناها بالإيد بنغطيها بقطعة نايلون وبنتركها لمدة تقريبا 0.5 ساعة حتى ترتاح العجينة تماما وتبلش تخمر. الآن بعد مرور ما يقارب 0.5 ساعة نلاحظ العجينة انه خمرت وارتاحت واصبحت مطاطية. الآن راح نشوف ايش بدنا نسوي فيها مع الزبدة اللي احنا حكينا عنها، الزبدة اللي هي 0.5 كيلو اللي بدرجة حارة البيت. طبعا احنا الان فردنا العجينة بعد ما ريحناها 0.5 ساعة، فردناها بقليل من الطحين. طبعا نفردها فردة خفيفة بالشوبك حتى نضيف لها الان اللي هي الزبدة. الآن بعد ما فردناه فردة خفيفة بنجيب اللي هي 0.5 كيلو الزبدة وبنضيفها للعجينة، وبنفرد الزبدة على العجينة كما نشاهد. طبعا زبدة مش دايبة، زبدة بدرجة حرارة الغرفة، وبنفردها على العجينة حتى انه تتوزع تماما.
الآن بنفرد العجينة على الزبدة بحيث تصبح العجينة مثل السندويشة محتفظة بالزبدة بالداخل. طبعا هاي الطريقة نفسها طريقة عمل الكروسون وطريقة عمل الدنش، واحنا الآن رح نمالكو فيها اللي هي السينامون رول أو لفائف القرفة. الآن رح نفرد العجينة بثلاث خطوات أو بثلاث طويات حتى نحصل على عجينة لها طبقات. بعد الخبز نحصل على طبقات وعجينة هشة بعد الخبز. كما نلاحظ فردناها الفرد الأولى، طبعا هاي لسه الفرد الاولى احنا فردناها الزبدة بالداخل. بنفرد العجينة تماما، الان بنطوي طرف العجينة للنص وبنطوي الطرف الآخر عليها كما نلاحظ، وبنفرد. الآن الفرد الثانية نفس الطريقة، بنفرد العجينة الآن بنفس الخطوة الأولى، بنطوي العجينة للنص وبنطوي الطرف الآخر للنصف الآخر، وبنفس الطريقة بنفردها المرة الثانية للمرة الثالثة. الآن راح نطويها الطوي الثالثة. نفس الشيء الخطوة الثالثة، نفس الشيء نطلع العجينة للنص والوجه الثاني للنص الآخر. هيك بنكون احنا طوينا العجينة او فردناها ثلاث طبقات ثلاث طويات. الآن بنصفط العجينة على بعضها كما نلاحظ يتم تصفيط العجينة على بعضها، وبنوضعها في كيس بلاستيك وبنحطها بالثلاجة لمدة ساعة حتى ترتاح تماما. كما نلاحظ وضعناها في كيس بلاستيك، والآن راح ندخلها على الثلاجة ونتركها ساعة. الآن بعد مرور ساعة بنلاحظ العجينة خمرت وارتاحت بعد ما فردناها ثلاث طويات بالزبدة. الآن راح نشوف كيف بدنا نشكل الحبات السينامون رول بعد ما نفرد العجينة بسماكة ما يقارب نصف سنتي. راح نفرد العجينة بسماكة نصف سنتي تقريبا، يعني 5 ميلي.
طبعا السينامون رول من الأخباز الغربية الرائعة جدا، أو المعجنات الغربية اللي تتقدم طبعا على وجبات الإفطار الصباحي. مثل ما حكينا راح نفرد العجينة بسماكة نصف سنتي، الآن بعد ما فردنا العجينة وأصبحت السماكة مناسبة لنا، نلاحظ السماكة تقريبا ما تقارب نصف سنتي، الآن بعد ما فردنا العجينة بسماكة نصف سنتي بنضيف لها اللي هو القرفة المطحونة بودرة اللي هي السينامون. طبعا بضيف لها ما يقارب يعني ملعقتين لثلاث ملاعق من القرفة البودرة، وبنمسح عليهم بالسباتول أو بالإيد، بنحاول نفرد القرفة بحيث تغطي كافة أرجاء العجينة، وبنرش ما يقارب يعني ملعقة من السكر الخشن العادي تقريبا ملعقة، وبنفردها مع بعض مع القرفة البودرة بحيث أن تغطى كل مكونات العجينة بالقرفة. الآن بالإيد بنلف العجينة على شكل رول بحيث أنه اسمها هي أصلا سينامون رول، أي لفائف العجينة بالقرفة. بنلف العجينة بالإيد على شكل رول كما نلاحظ، نلاحظ انه تم تثبيت طرف العجين الاخر بالرخامة بحيث انه نقدر نمدها ونلفها بشكل طبيعي. هيك احنا لفينا عجينة السينامون رول وحشيناها بالقرفة والسكر. الان راح نشوف كيف بدنا نقطعها ونشكلها. طبعا بتتقطع بالسكين او بالمجرود حسب المتوفر عندنا. بنقطعها بسماكة ما يقارب تقريبا يعني 2 لـ3 سنتي سمكتها، وبنضعها في صينية، ممكن تكون الصينية مدهونة بالزبدة أو جافة، أو بنحط فيها ورق الزبدة. نلاحظ بتم يعني طوي طرف العجينة من الأسفل بحيث تقعد قطعة السينامون رول على طرف العجينة كما نلاحظ، تقعد على الطرف تبعها. الآن بعد ما صفتنا قطع السينامون رول بالصينية راح ندهنهم بخليط البيض مع الحليب أو البيض مع المية. في عندنا هون مقدار يعني بيضتين خلطناهم في نص كوب مية أو نص كوب حليب، وبندهنهم فيه بحيث يعطي لمعة إلها. الآن بعد ما دهناهم بالبيض والطحي والحليب بنحطهم بالخمارة وبنتركهم لمدة نصف ساعة حتى تخمر ويتضاعف حجم الحبة. نلاحظ انه العجينة خمرت، عجينة لفائف السينامون رول خمرت واصبح حجمها مضاعف. الآن بندخلها على الفرن مباشرة، طبعا درجة حرارة الفرن 200 لمدة تقريبا 8 لـ10 دقائق، درجة حرارة 200. طبعا ممكن نخمرها بالبيت، نحط صينية فيها مية سخنة بالفرن تخمرهم على السريع. الآن نلاحظ بعد مرور 8 دقائق أصبحت لفائف السينامون رول أو لفائف القرفة بالعجينة أصبحت جاهزة، والآن رح ندهنهم بالجلو اللي هو الخاص بالمعجنات الفرنسية، وإذا ما توفر عندنا هذا الجلو اللي الخاص للكيكات الباردة
ممكن ندهنهم بالمربى او بالعسل حسب المتوفر عندنا في البيت، وهيك بتكون لفائف القرفه بالعجينه او لفائف السينامون رول في البيت خطوه خطوه وعلى الطريقه الفرنسيه الاصليه اصبحت جاهزه. ولا تنسوا تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى نقدر نزودكم بكل فيديو جديد على هذه القناة. وهيك بكون الطبق تبعنا جاهز، وإلى اللقاء معي أنا شيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.